بأبي هو وأمي وروحي، لكن شاء ربنا وقدر ألا يخلد أحد في الأرض ولو كان المصطفى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال ربنا جل وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر عليه الصلاة والسلام موته بأبي هو وأمي وروحي. ثم فتح بيت المقدس، وقد فتح بيت المقدس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة، فلقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في العام 11 للهجرة، وفتح الله بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في العام 16 للهجرة. فتح بيت المقدس، وقعت أيضا هذه العلامة. وعاد أو وجاء عمر بن الخطاب من المدينة النبوية المطهرة إلى فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس، وأعطى أهلها أمانا على أنفسهم وأموالهم بل وكنائسهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم موتان بضم الميم وباء طاعون، وهو طاعون عمواس، وعمواس مدينة في فلسطين على بعد 6 أميال تقريبا من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له الرملة. عمواس طاعون انتشر وقتل فيه 25,000 من المسلمين، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. ثم موتان طاعون يأخذ فيكم كقعاص الغنم، أي ينتشر فيكم كما ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام، وقد قتل فيه خلق كثير كما ذكرت، ووقعت هذه العلامة أيضا كما قال علماؤنا. ثم استفاضة المال، يكثر المال، في لفظ البخاري لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، وفي رواية مسلم حديث موسى الأشعري: ليأتين على الناس زمان يخرج فيه الرجل بصدقة من ذهب فلا يجد من يقبلها منه. وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، الفاقة يعني الفقر، وجاءه آخر يشكو إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله عنه: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ قلت: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك، لعدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب فيها ودجها، لترين الضعينة تخرج من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسي: فأين جعار طي الذين سعروا البلاد، أي أين قطاع الطرق الذين سعروا البلاد وقطعوا على الناس سبلهم؟ يقول عدي: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن طالت بك حياة
لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال الصادق: كسرى بن هرمز. يقول عدي: والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. يا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال الصادق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ليخرجن الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة لا يجد أحدا يقبله منه. هل وقع هذا؟ نعم، في أي عصر، في أي زمن؟ في زمن عمر بن عبد العزيز، كما يقول كثير من المحققين من أهل العلم. حتى كان الرجل في عهد عمر يخرج بالصدقة فلا يجد أحدا يقبل الصدقة منه، لأن الله جل وعلا قد أغناهم من فضله ورزقهم إماما عادلا، أرسل منادية لينادي في البلدان والأمصار: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فسدد عمر بن الخطاب ديون المدينين. من أراد الزواج من الشباب ولم يجد النفقة فزواجه من بيت مال المسلمين فزوج الشباب. من أراد الحج ولم يجد النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين. فكان الرجل يخرج بالصدقة يبحث عن فقير فلا يجد، أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين بفضله جل وعلا، ثم بفضل عدل هذا الإمام التقي الأمين من طراز عمر. فهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. وقال أيضا بعض أهل العلم: وسيقع هذا في آخر الزمان، في زمن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حين تنزل البركة مرة أخرى إلى الأرض، لأن البركة الآن قد نزعت من الأوقات كما سنرى، من الأطعمة، من الأشربة، من الأعمار، من الصحة والعافية، من الثمار، نزعت البركة، وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى بإذن الله جل وعلا، وهذا في عهد عيسى بن مريم كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله. حتى يخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة فلا يجد أحدا يقبل منه الصدقة، لعلم الناس بقرب قيام الساعة، ولعلمهم بأنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا المال. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون فتنة، ثم تكون فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلت. الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتنة، وما أكثر الفتن، وما أكثر الفتن. لكن ليس من العقل ولا من الإنصاف أن يجزم عاقل فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي كذا، هي وسائل الإعلام مثلا بصورها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة. أقول: لا يستطيع عاقل أن يجزم بهذا، أو أن يسقط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء بعينه، وإنما الله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن خذوا العلامة السادسة في هذا الحديث، قال: ثم تكون هدنة، هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وبنو الأصفر كما ذكرت هم الروم، والروم بلغة العصر الذي نحياه هم أهل أوروبا وأمريكا. قال: ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، فيغدر بنو الأصفر أو فيغدر الروم.